فتوى جديدة من المطربة اللبنانية إليسا، وبتقول للجمهور محدش يدعي ربنا لأن ده سبب تخلفنا. إليسا دايما تصريحاتها مثيرة للجدل، سواء عن شغلها أو عن اللي بيحصل في بلدها. دايما بتدخل المناطق الخطيرة اللي فيها ألغام وتقول اللي على بالها، ولا فارق معاها إيه اللي ممكن يحصل. بس اللي قالته في مولد النبي كان غريب ومحتاج إجابة منها وتوضيح، لأن المرة دي كلام كان خطير جدا. إليسا كتبت تغريدة بتقول فيها إن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوي وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتفكير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. محدش عارف هي ليه كتبت البوست ده في التوقيت ده بالذات. جت في مولد النبي وعملت بوست فيه مخالفات واضحة لوصايا النبي، وطبعا الناس ما يتوصوش في الهجوم عليها، اللي يقول لها طب روحي استوري نفسك بدل ما تدي حكم ومواعظ، واللي يقول لها فتوى الشيخة إليسا. في بقى ناس خدوا التغريدة بتاعتها مع صورها في الفوتو سيشن وقالوا باستنكار شوفوا احنا بقينا في زمن ايه، شوفوا دي بتغلط في مين. وده اللي قالوا ناس كتير، هجموا تغريداتها وقالوا ان الدعاء مش بدعة ولا ضلالة، ده تضرع لربنا. وفكرة انها بتقول ان الجواز والانجاب هيموت الامة، ايه البديل؟ المساكنة مثلا؟ إليسا من زمان، من 2013 تحديدا، وهي قايلة انها ما عندهاش مانع تخلف من غير جواز من حد بتحبه، وما عندهاش مشكلة تعيش مع حد في بيت واحد بدون عقد الجواز الرسمي. هي عارفة انها بتجيب لنفسها المشاكل ومش فارق معاها. ومرة وصفت نفسها بالشخص المستفز، وقالت ان هجوم الناس والصحافة عليها مش هيغير افكارها خالص، بالعكس هي مكملة في التصريحات اللي في مناطق صعبة في السياسة او الدين. بس تغريدتها الاخيرة كان معظمها ضد تعاليم الدين بشكل واضح، والمرة دي من حسابها الرسمي مش زي المرات اللي فاتت لما نسبوا ليها تصريحات صعبة قوي، وقالت انه مش حسابها الرسمي ولا تعرف حاجة عن الهجوم. بالعكس هي قالت انها بتحترم كل الديانات. والمدهش بقى ان بعد التغريدة اللي فيها كلام ضد المجتمع وبعض تعاليم الدين، نزلت تغريدة بتهني فيها المسلمين بمولد النبي علشان تقفل اي باب يقول انها بتقصد بالتغريدة اللي قبلها اي اهانة. وده مش غريب عليها بصراحة، هي بتحب الشعراوي ومقولات علي بن أبي طالب وغيرهم بتنزلهم في صفحتها، علشان كده عاملة للناس ربكة مش عارفين هي كده مع ولا ضد، بتهاجم ولا بتمدح. إليسا في الغالب عندها مشاكل بس مع المتعصبين بس، وكلامها بيكون موجه ليهم هما وضد المتوكلين اللي مش بيعملوا حاجة. لكن برضو عدم توضيحها لده مخلي كلامها يبان انه ضده. عامة هي إليسا ولا على بالها، بتضرب وتجري وما بتبصش وراها، هي بس كل فترة تطلع تقول انها في علاقة ومخبية اسم حبيبها عن الناس.